المهم حبت حليمة راها بدات واحد البداية وصافي نزلها حتى أنايا. كنا غير طبيعات في دارنا ما عارفين والو، كنديرو الفلوس ديالنا خطرات كنديرو خطرات مكنديروش. تالي الفضل الكبير اللي كيرجع الوكالة في الجهة الشرقية هي اللي عرفتنا بدار العلمة أول مرة. سي المباركي مدام سعيدة ماهر كنقدمو لهم الشكر الجزيل، هما اللي ربطونا مع هاد الشبكة. ملي بدينا مع الشبكة تفسدنا من التكاوين، تفسدنا من الجلسات، تفسدنا معارض، ما كانش شي معرض اللي ما عيطولناش عليه. ما كناش نقدروا نهضروا لا مع الإذاعة لا مع الصحافة، علمنا كيفاش نهضروا وباختصار وكيفاش نتواصلوا. درنا صحبة ما بيناتنا، كنبيعوا لبعضياتنا وكنشريوا على بعضياتنا. والتكاوين كنا كنخدموا ولكن ما كنبيعوش وما كنسكنوش، يعني كنخدموا واحد العمل جبار وكنجيو حتى لا فينيسيون وكنخسروها. صراحة ما كانش عندنا لا فينيسيون، دايما كنجيبو تقريبا 3 شهور 4 شهور في شي عمل وكنخسرو في لا فينيسيون. إذا بفضل التكاوين اللي داروا لنا مع دار المعلمة راه حنا وصلنا الحمد لله لواحد المستوى. المنتوج ديالنا راه كيتفرق في المناطق ديال المغرب وحتى في الخارج. سيدي كانت تستغل الزربية بالسهام والجلاب، اليوم النتيج راه في الزربية بالسهام. ودرنا صالونات ديال الحياكة، درنا جلسات جلسة صغيرة ديال هاد المنطقة حنا كنخدمو فيهم وكيخدمو معانا شي 26 ولا 26 مرة هاد المنتوج هذا. وحنا كنديرو ليكوبرلي ديال الناتج يدوي وكنتمنى نفيدو لقدام. واش نستفد من دار العلمة؟ طريقة ديال المعارض، طريقة ديال المنتوج كيفاش كيتحط، طريقة كيفاش غادي تخدمي داك المنتوج تفكري فيه قبل، ديري الميزانية ديالو وتبدعي وديري التناسق ديال الألوان.